بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. لسه مكملين مشوارنا مع فريق الكرة الطائرة رجال بطولة أفريقيا في نسختها الـ 45 في بحث عن اللقب السادس عشر لهذا الفريق. النهاردة نلعب دور الثمانية، أو نلعب دور الثمانية بعد أن احتلينا صدارة مجموعتنا في فوز متتالي. على ما اتذكر 4 فوز متتالي، النهارده دور ال 16 انا اسف، النهارده دور ال 16 في 4 فوز متتالي، بكره دور الثمانيه، بعد بكره قبل النهائي وبعد كده النهائي ان شاء الله. النهارده هيكون لقائنا مع سبارو الكونغولي اللي احتل الحقيقه في مجموعته المركز الرابع. ان شاء الله كل التوفيق النهارده لفرقتنا، ونتمنى الفوز طبعا ب يعني فوز يعني يكون سهل مش مجهد، خاصة ان احنا عندنا بكره مباراة يمكن هتبقى اعلى درجة شوية مع الشرطة الكيني، ويمكن قابلين الشرطة الرواندية. يعني لو حضراتكم شفتوا قبل لحظات من المباراة كان في مباراة يعني بوسالم حامل اللقب والفريق الزامبي، وخلص 3-2 يمكن في اخر كورة، يعني مش هو كورة 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 او يعني نقطة نقطة لغاية ما انتهت المباراة بالفوز. فإذا ما فيش حاجة اسمها يعني مباراة سهلة أو صعبة. نتمنى كل التوفيق لفرقتنا، وإن شاء الله نبقى مركزين النهاردة ونسهل الدنيا على نفسنا. برحب بضيوفي المنورين في الاستوديو. قبل ما ننطلق طبعا لتحليل المباراة الفنية وتحليلية، كابتن أحمد زكريا نجم نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر، أهلا بيك يا كابتن. أهلا وسهلا، منورنا، وإن شاء الله الفوز النهاردة النادي الأهلي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله الفوز النهاردة والبطولة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. برحب بكابتن محمد كتات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أهلا بيك يا كابتن محمد. أهلا وسهلا كابتن هيثم، مساء حضرتك، منورنا، الله يكرمك حبيبي. النهاردة كابتن أحمد هنروح للمباراة، يمكن المباراة اللي كانت قابلين على طول، وهو بوسالم حامل اللقب وفريق زامبي او فريق من زامبيا، وكان في مجموعته حتى مش متصدر بشكل كبير، وخلصت النتيجه 3-2. فاذا النهارده دي رساله ان مفيش ماتشات سهله، الموضوع ممكن يكون صعب وممكن تصعبه على نفسك، يعني الموضوع متروك في ايد اللاعبين، رايك يا كابتن؟ وانا برضو يعني شايف ان الفريق حامل اللقب والفريق جاي من يدافع عن اللقب بتاعه، فانا اعتقد ان هو النتيجه كده. يعني زامبيا برضو مش مصنفه من افريقيا من الفرق القويه، هي فريق الجامعه الزيمبابوي، فريق اسمه فريق الجامعه الزيمبابوي، وحتى لا بس فريق حلو، يعني انا اتفرجت على المباراه واتفرجت على شوطين من المباراه، لا فرقه بتلعب فولي بول بصراحه، بس يعني المفروض ان هي فرقه حامل لقب وحامل الفرقه قويه جاي من تونس، ف نتيجة يعني نتيجة يعني تدينا تطمان ان هي فرقة مش قوية بتاعت تونس. يعني طب ممكن يحصل معانا كده كابتن وجهة نظرك النهارده ان المباراة تشد كده؟ لا الاهلي لا مش كده، عشان محمد يعني كابتن محمد يعني مستبعد ده، بس برضه احنا معلش يا كابتن انا خفت بسبب الكرة طايرة، الكرة طايرة ما فيهاش يعني فرقة ما فيش يعني الضعيف يكسب قوي. هو الرالي سيستم الحديث الفولي الحديث قرب الفرق من بعض، لكن القوي قوي والضعيف ضعيف، لكن ما ينفعش كره طايره ان الفرقه ضعيفه قوي زي مثلا كوره ممكن يحط جون ويقعد 90 دقيقه يدافع وبتاع، لكن ما عندناش كده. لا طب كابتن محمد رايك، من راي كابتن احمد برضو نفس الكلام ان الجاب كبيره وان مش ممكن يحصل معانا خاصه في الدور ده، خاصه ان احنا كمان الفرقه دي هي رابع المجموعه الثالثه بالظبط، فانت متخيل ان احنا كنا بنلاعب مثلا المصنف او اللي هو الاول مجموعه عندنا او كده، سواء كان الفتح المغربي او كانت اي فرقه ثانيه، فكان السكور كان تحت ال 20. فما بالك بقى انت دلوقتي بفرقه هتلاعبها وهي اصلا رابع المجموعه بتاعتها، فيعني ان شاء الله النهارده نكسب ان شاء الله بفرق سكور كبير يعني ان شاء الله. طب شايف البطوله ازاي؟ خلاص احنا كده دور ال 16، يعني انا كان وجهه نظري ان دور ال 16 هي اطاله شويه في عمر البطوله، ولكن صحيح. خلاص ده قرار الاتحاد الافريقي صحيح واخذ، فالنهارده اكيد هو يعني مستر فرناندو هيكون بيلعب المباراه وعينه على الثلاث ايام اللي جايين بالظبط، ان النهارده عنده دور الثمانيه هتبقى اقوى شويه، ولكن المواجهه الحقيقيه قد تكون في قبل النهائي وقد تكون في النهائي ان شاء الله. شايف النهارده هيفكر ازاي مستر فرناندو، خاصه ان المباريات متلاحمه ما فيش يوم راحه. صحيح، احنا حتى يوم الراحه كابتن هيثم امبارح اللي احنا خدناه هي اغلب الفرق خدوه ريست، واللي راح يزور الاماكن السياحيه صحيح. عندنا في مصر وكده، احنا كان عندنا امبارح تمرين واتمرنوا تمرينه جامده، كانت تمرينه واحده بس كانت كافيه بالنسبه لهم علشان يفضل معلي الحمل يشتغل بيه في الايام اللي جايه. النهارده ان شاء الله هو باذن الله يعني نكسب، والثلاث ايام هو يهمه ان الفريق كله يكون جاهز في مشوار الثلاث ايام اللي جايين باذن الله، يعني احنا النهارده ان شاء الله نعديه باذن الله. برضو انا اعتقادي ان هو هيلعب بنص الفريق في الشوط الاول والشوط الثاني، وهيبدا يغير من الشوط الثاني بحيث برضو يخلي كل اللعيبه جاهزه معاه بكره وبعده وبعده باذن الله ان شاء الله، وتمشي المباريات يعني بشكل جيد. وبنفكر حضراتكم ان شاء الله المباراه تقام في استمام الساعه 8 على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره،
وده الميعاد المفضل اللي بيختار نادي الاهلي لمبارياته من اول يوم حتى ان شاء الله اتصور للنهايه، هتبقى ده الميعاد المفضل للفريق، وده بيكون يعني من احد مميزات النادي اللي بيستضيف البطوله انه بيختار الميعاد اللي بيناسبه يلعب فيه، وهو ده الميعاد اللي ثابت في كل مبارياتنا. كابتن احمد اجل حضرتك محتاجين طبعا اكيد الساده المشاهدين خلاص حفظوا معانا الجهاز الفني واللاعبين، ولكن كل مره بنحب نذكر الساده المشاهدين بالجهاز الفني واللاعبين. بس استاذ حضرتك قبل ما نروح للجهاز الفني واللاعبين خلينا نروح لارض الملعب زي ما عودناكم من صاله الامير عبد الله الفيصل ومراسلتنا العزيزه من هناك هنا ابو القاسم عشان زي ما عودناكم ننقل لحضراتكم اجواء ما قبل المباراه. اتفضلي يا هنا. يا مساء الخير عليك يا كابتن هيثم وعلى ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي الكبار وعلى كل مشاهدين قناه الاهلي في كل مكان. ومن داخل صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر نادي الاهلي بالجزيره هنقول لكم كل الاستعدادات وكمان الاجواء قبل انطلاق المباراه المرتقبه بين النادي الاهلي واسبوار الكونغولي. وخلاص بقى بدانا في مرحله الجد ودور ال 16 من بطوله افريقيا للانديه. كل التوفيق بالتاكيد لرجال النادي الاهلي، يمكن في حاله من التركيز شديده جدا باين على رجال النادي الاهلي. زي ما قلت خلاص كل مباراه طبعا بتشبه مباراه فاينل للتاهل للدور القادم. خلوني بقى اكلم حضراتكم عن استعدادات الفريق للمباراه النهارده. طبعا ما كانش في وقت كبير للاعداد للمباراه، زي ما احنا عارفين بين كل مباراه ومباراه ما بيكونش في وقت كتير للتحضير، لكن بقى النهارده كان في طبعا محاضره باستخدام تقنيه الفيديو عشان بقى يدرسوا فريق اسبوار الكونغولي بشكل جيد ويستعدوا للمباراه. عندهم حاله من الحماس وطبعا يعني الجد والتركيز للمباريات كلها. خليني اقول طبعا انه دافع ان بطل افريقيا هيكون مشارك في كاس العالم للانديه بعد فتره كبيره، يمكن ده دافع كبير جدا طبعا يخلي رجال النادي الاهلي تركز بشكل اكبر، فبالتاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. خلوني بقى افكر حضراتكم كمان بمشوار النادي الاهلي اللي طبعا تاهل متصدر المجموعه الاولى، كان معاه في المجموعه طبعا قدر يفوز على فريق ايكويتي الكيني، فريق الاسمنت الاثيوبي، فريق الفتح المغربي، فريق جرين تيم الكونغولي في جميع المباريات بنتيجه 3-0. يمكن المباريات كانت سهله على رجال الماسترز رجال النادي الاهلي وقدروا يفوزوا زي ما قلت في جميع الاشواط وجميع المباريات بنتيجه 3-0. اما عن فريق اسبوار الكونغولي فهو تاهل رابع المجموعه الثالثه، قدر يفوز على فريق روكينزو البرونزي بنتيجه 3-1 وفريق جيساجارا الرواندي بنتيجه 3-2، وتعرض للهزيمه في ثلاثه مباريات فريق ميناء دوالا وفريق السجون الكيني وايضا نادي البليده الجزائري عشان بقى يتاهل لدور ال 16، يعني زي ما قلت رابع المجموعه الثالثه. ان شاء الله النهارده طبعا المباراه تكون ان شاء الله سهله على رجال الماسترز رجال النادي الاهلي ويكون في حاله كبيره من التركيز زي ما عودونا دايما. يمكن خلاص كمان تم حسم المتاهل لدور الثمانيه اللي هيواجه ان شاء الله النادي الاهلي بعد الفوز في المباراه النهارده، هيكون فريق الشرطه الرواندي، والمباراه تكون غدا ان شاء الله الساعه 8 مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل. كل التوفيق لرجال الماسترز في المباراة النهاردة. طبعا مع حضرتك الكابتن هيثم لو عند حضرتك أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. أنا أبو القاسم بشكرك شكرا جزيلا. لا الحقيقة ما عنديش أي استفسار لأن أنت غطي لنا كل النقاط المهمة جدا، وزي ما حضراتكم شايفين في الصورة يعني فرقتنا خلاص بتسخن في زي ما حضراتكم دي يعني صورة حية من أرض الملعب. خلاص يعني احنا يمكن تلت ساعة وربع ساعة بالكتير وتنطلق المباراة. كل التوفيق ان شاء الله، وزي ما وضحت هنا ابو القاسم انه خلاص تحدد مين طرف لقاء دور الثمانية ان شاء الله، واللي هيكون الشرطة الرواندي. يعني احنا خلاص عرفنا مين هنلعبه في حالة فوزنا النهاردة ان شاء الله. ارجع لضيف العزيزة الكابتن احمد زكريا عشان نستعرض مع الكابتن احمد اسماء الجهاز الفني في النادي الاهلي مرورا كمان بوصولا للاعبين. اتفضل كابتن احمد. هو الجهاز الفني للكرة رجال الكرة الطائرة الاسباني فرناندو مونزو، المدير الفني الكابتن محمد السيد المدرب العام، كابتن محمد الحسيني مدرب الفريق برضه العام، الكابتن عبد اللطيف عثمان مدير الفريق، كابتن احمد محمد اسامه الاداري الفريق، شادي فهيم محلل تقني، الدكتور ايهاب فخر الدين طبيب الفريق، دكتور اسامه محمدي موسى اخصائي العلاج الطبيعي، الكابتن اسامه محمد ابراهيم اخصائي تاهيل، الكابتن محمد شهير الدين مدلك الفريق، والكابتن محمد شريف محمد صلاح اخصائي لياقه بدنيه. كابتن احمد يعني اتوجه بالسؤال لحضرتك بخصوص الجهاز المعاون لمستر فرناندو مونزو، طبعا كابتن محمد السيد كابتن محمد الحسيني واكيد طبعا كابتن عبد اللطيف عثمان، اتوا طبعا بروح جديده بامال جديده بطموحات جديده واختبار صعب الحقيقه.
بعد جهاز فني ناجح يعني كابتن محمد مصلح ميدو طبعا وكابتن تامر تايجر وكابتن جمعه مجموعه وعلامه كبيره من علامات الكره الطائره في النادي الاهلي ولسابه طبعا يعني تاريخ عظيم للنادي الاهلي في فتره وجودهم. بس النهارده الجهاز الفني اللي بيجي جديد محتاج يكمل ويبني، فكانوا في تحدي. شايف نجحوا حتى الان؟ شايفهم ادائهم ايه وقيموا ازاي النهارده؟ هو طبعا هو الموسم يعني مش الحمد لله انه كسبوا السوبر وكسبوا الدوري ولسه الكاس، فانا شايف يعني هم محمد سيد يعني يعتبر من جيل العظماء زي يقول محمد احمد صلاح وعبد الله عبد السلام الجيل ال 91 اللي كسبوا الرابع محمد السيد المدرب العام وكمان معانا الاسامي تاني على الشاشه. نعم يعني اتفضل. من برضه من اللعيبه، واللعيب كان منتخب منتخب مصر قعد فتره كبيره قوي منتخب مصر. فيعني هو مش جديد على الفرقه وعلى التدريب. هو لسه طبعا لسه يعتبر يعني يمكن سنتين ثلاثه لسه في التدريب، لكن اكيد خبراته كلاعب وبتاع هو شخصيه جميله يعني هو فعلا يستاهل ان هو يكون موجود في اداره الكره الطايره في النادي الاهلي. نعم كل التحيه لكابتن محمد حسين. محمد الحسيني برضه لسه يمكن اول سنه يبقى تدريب ليه، ويعني لي اعتقد ان هو برضه شخصيه لاعب في النادي الاهلي لاعب منتخب مصر برضه يستاهل ان هو يكون يعني شخصيه جميله برضه. فعلا الاختيارات كانت موفقه جدا فرناندو حتى الان يعني بنوجه لهم بالشكر، نجحوا بشكل كبير ومهمتهم وبنطالبهم كمان بالمزيد. وطبعا عبد اللطيف ولسه عثمان لسه في السن الصغير لسه يعني خبره، واكيد يعني اتعلموا من المدرب عبد اللطيف عثمان كمان مبطل من سنتين يعني هو كان مش بعيد عن الفرقه وكان قريب منها جدا، فالحمد لله اختيارات كانت موفقه من النشاط الرياضي مرورا طبعا بمجلس الاداره ورفع الكلام لمجلس الاداره واتخذ به قرار. كل التوفيق لاولاد النادي الاهلي في هذا الفريق. كابتن محمد اجل حضرتك اسماء اللاعبين ولو عند حضرتك تعليق على القائمه، ولكن خلاص كل الجماهير حفظت القائمه ولكن لابد ان نذكر بها الساده المشاهدين. اتفضل يا كابتن محمد. هنبدا بمركز صانع الالعاب كابتن عبد الله عبد السلام وهو كابتن الفريق معاه حسام يوسف. مركز اثنين هيكون احمد صلاح وهيكون معاه سيف حسن عابد. مركز ثلاثة عبد الحليم عبو، وعندنا حمادة عثمان، وعندنا عبد الرحمن سعودي ومحمد عبد المحسن. مركز أربعة هيكون عندنا يوسف الصافي، وعندنا عبد الرحمن الحسيني، وعندنا محمد عصران، وعندنا أحمد عزب. الليبرو هيكون محمد رمضان، وعندنا الكوبي يوندر جارسيا. نعم حضرتك مشكورا خدت الأسماء بالمراكز ودي ادتنا الحقيقة يعني برضو إحساس إن ما شاء الله الله أكبر يعني عندنا وفرة ما شاء الله يعني كنا دايما بنقولها بالأرقام اللي أو بترتيب الأسماء ترتيب الأرقام ولكن النهاردة أنت قلتها لنا بالمراكز. معلش أستاذ حضرتك قولها لنا تاني ممكن بالأرقام؟ لا عايزها بالمراكز بالمراكز يعني واحدة واحدة كده ابتدي. مركز صناع الألعاب هو صانع الالعاب هو كابتن الفريق هو كابتن عبد الله عبد السلام ومعاه كابتن حسام يوسف. ممتاز. ده هنا المعدين. ومعانا في مركز اثنين هيكون احمد صلاح، طبعا ده نجم كبير ويعني شخصيه عظيمه ان هي تكون موجوده في داخل النادي الاهلي وحاجه جميله جدا يعني. ومعاه في اثنين سيف حسن عابد، وده لسه هو جاي السنه دي اول سنه يلعب. هم الاثنين فقط في مركز اثنين. صحيح. نعم. وعندنا بقى في مركز ثلاثه هيكون عبد الحليم عبو، وعندنا حمادة عثمان، وعندنا عبد الرحمن سعودي، ومعاه محمد عبد المحسن. مركز أربعة هيكون يوسف الصافي، وده طبعا ابن المدرب الكبير كابتن حمدي الصافي، وده هرم من أهرامات مصر الرابعة يعني. ما شاء الله. وعندنا معاه عبد الرحمن الحسيني، ومعاه محمد عصران، ومعاه أحمد عزب. الليبرو هيكون محمد رمضان، ومعاه الكوبي يوندر جارسيا. اشكرك يا كابتن محمد، ودي كانت قائمتنا الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين بالمراكز. الحمد لله عندنا وفره في كل المراكز. نتمنى طبعا التوفيق والسلامه لكل اللاعبين. مهم جدا لعبتنا زي ما حضراتكم شايفين يعني الحمد لله القائمه مكتظه بالنجوم وبالشباب، عندنا اجيال كثيره في هذا الفريق تم بنائه على مدار سنوات وسنوات. نتمنى لهم كل التوفيق. طبعا مستر فرناندو قدر حتى الان انه يوظف الفرقه بشكل جيد. طيب قبل يعني ما استاذنكم قبل ما نطلع للفاصل خليني برضه اقول مشوار الفريق في البطوله حتى الان اللي ما تابعناش خلال الاربع ايام الماضيه او الخمس ايام الماضيه. خلينا الخص له مشوار البطوله. في المباراه الافتتاحيه كان النادي الاهلي بيلاعب فريق جرين تيم الكونغولي، ودي كانت بعد الافتتاح على طول، وفاز فيها النادي الاهلي بنتيجه 3-0 والاشواط جاءت مرتاحه جدا يعني اكثر شوط كان 25-15 وبعد كده 25-13 وبعد كده 25-10. ده كان المباراه الافتتاحيه. جينا على طول بعديها تاني يوم كان حصل طبعا قلق في المجموعه لان النادي الاسمنتي الاثيوبي تاخر في القدوم، وجي ثالث يوم في البطوله فاضطروا يعملوا شيفتنج للمباريات بحيث ان هم يخلوا مباراه الاسمنت اخر مباريات.
فده خلانا نواجه الفتح المغربي احد اقوى الفرق في المجموعه بدري تاني مباراه وفزنا عليه بنتيجه 3-0 و25 19 25 19 25 17. رحنا الجوله الثالثه بعد قدوم الاسمنت الاثيوبي في فجر نفس اليوم، لعبنا الاسمنت الاثيوبي واستطعنا نفوز بنتيجه 3-0 25 9 25 7 25 11. الجوله الرابعه كانت مع العداله الكيني وزعناها لحضراتكم اول امبارح وانتهت المباراه بنتيجه 3-0 25 10 25 12 25 17. المجموعات تاهل منها كل مجموعه اربع فرق وكنا اربع مجموعات 4 في 4 ب 16. احنا النهارده بنلعب دور ال 16، بكره ان شاء الله على طول هنلعب دور الثمانيه، وزي ما قلنا لحضراتكم هيبقى مع الشرطه الرواندي. غدا مباراتنا باذن الله في حاله فوزنا النهارده بامر الله تعالى. عندنا بعد كده دور قبل النهائي ان شاء الله هيبقى بعد بكره الاثنين، والفاينل باذن الله وحمل اللقب ان شاء الله باذنك يا رب يوم الثلاثاء القادم باذن الله. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم نكمل تغطياتنا المستمره دور ال 16 بطوله افريقيا في نسختها ال 45 لكره الطايره الرجال، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين تغطياتنا المستمره دور ال 16 الاهلي وسنوار الكونغولي في دور ال 16 النهارده ان شاء الله. زي ما حضراتكم شفتوا يعني التقليد اللي قلده النادي الاهلي خلال او اللجنه المنظمه بقياده الكابتن محمد الضماطي والمساعد طبعا كابتن مي عاطف زي ما حضراتكم شايفين، وهو تكريم رموز النادي الاهلي. الجمال ان النهارده احنا شايفين كابتن محمد مصالح ميدو المدير الفني السابق السنه اللي فاتت على طول مع هذا الفريق، وكابتن جمعه وكل الجهاز الفني اللي كان معاه بيكرم النهارده، والكثير من النجوم بيكرموا النهارده في تقليد اقرره النادي، وكابتن طبعا مرتجي واقف كمان في التكريم او مشارك في هذا التكريم. انا هسيب ضيوفي يعلقوا، يعني هسيب طبعا ضيوفي كابتن احمد زكريا يعلق على هذه اللفته الجميله اللي حافظ عليها النادي الاهلي طوال ايام البطوله. كل يوم مباراه بيكرم 10 من رموز كابتن فؤاد عبد السلام، حتى هو كمان كابتن احمد علق على هذا المشهد وحتى اسامي النجوم اللي واقفه كمان. اتفضل يا كابتن. وطبعا تقليد جميل جدا، يعني تقريبا بيكرموا كل اللاعب اللي لعب في طول مشوار النادي الاهلي، يمكن من 40 سنه تقريبا. احنا كان اول يوم تقريبا كرموا، اول يوم ثاني يوم كرموا كل الجيل بتاع 81 ده اللي لعب 81، وبعد كده ابتدى يكرموا كل الناس اللي لعبت واللي ادت لفتره كبيره قوي في النادي الاهلي. فشايف الناس الجميله قوي يعني كده، حتى احمد صلاح راح يتصور مع اخواته. طبعا طبعا تقليد جميل يعني ده كابتن هشام صلاح وكابتن ياسر طبعا. مين تاني يا كابتن محمد شايفه في عندنا هنا في ايمن فؤاد عبد السلام، وكابتن عماد فاروق موجود، وكابتن محمود جمعه، وكابتن ياسر صلاح، وكابتن هشام الكينج طبعا. هو الجميل يا كابتن هيثم ان النادي الاهلي دايما هو بيحفظ تاريخ نجومه، وكابتن وائل عايدي كان موجود، وكابتن وائل عايدي طبعا موجود، فده جميل ان هو دايما بيفتكروا النجوم بتاعته، محدش بينسى طبعا التاريخ، فيجيبوهم ويكرموهم، فدي طبعا لفته حلوه. سواء في منهم اللي مدربين حاليا ما زالوا قائمين، وفي اللي بطل تدريبه وبعد تماما، فان هو يكون موجود النهارده لا ده شيء رائع بصراحه من النادي الاهلي يعني. وكمان الجميل يا كابتن ان ده قبل كل مباراه بيتم، يعني النهارده بتكريم 10 بكره 10 تانيين، يعني كل من خدم النادي الاهلي وقالك في تيشيرت النادي الاهلي ليه وجود. صحيح صحيح، ودي حاجه رساله لكل الاجيال، حاول وحارب ان يبقى لك مكان جوه النادي الاهلي عشان في الايام تقف وتتكرم ويتشاور عليك بالبران كده. ليه؟ لان النادي الاهلي بيقدر وبيشوف قد ايه انت مجهودك وبيقدرك. طبعا زي ما حضراتكم شايفين لحظات بتهيألي كده يا جماعه، كابتن محمد شايف كده. صحيح صحيح، لحظات وتنطلق المباراه. خلاص استاذن ضيوفي الاعزاء والساده المشاهدين، هنطير لصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان حضراتكم احداث المباراه الاهلي وسنوار الكونغولي في دور ال 16، ومعلقنا الكابتن مروان صالح، فالى هناك.